الاحتفاء ديال 30 غش هو احتفاء اللي كتقوم به جمعيات دولية وطنية بالطبع من أجل حماية كل الأشخاص من الاحتفاء القسري. هذه الظاهرة ظاهرة اللي مع الأسف هي عالمية، يعني ماشي غير في المغرب، في دول عديدة، وغير الكثافة ديالو إلا بغينا نقولوا كتختلف على حسب الدول وعلى حسب المراحل. المغرب عرف سنوات الرصاص بالطبع من بداية الاستقلال إلى سنوات أواخر التسعينات، اللي كان هذا الملف ملف شائك، هو الملف الأساسي فيما يخص انتهاكات الجسيم لحقوق الإنسان. الاختفاء القسري هو جريمة زعما خطيرة جدا، وجريمة اللي في أقصى درجات زعما الانتهاكات اللي كيمكن تمس الشخص، وهو أن إنسان كيتخطف وما كتعرفش العائلة ديالو الخبر ديالو، هو كذلك ما كيبقى عنده لا صلة بالعالم الخارجي، وكيكون في ظروف اللي خطيرة وصعبة. المغرب دوك نقدر نقولوا المغرب عرف الالاف اذا ما كانش عشرات الالاف ديال الناس اللي كانوا ضحايا الاختفاء القسري. علاش كنقول هذا العدد اللي كيمكن يجي الناس كثير؟ لان اغلب المناضلين اللي عانوا من هذه الظاهره كانوا، ولا المعتقلين اللي حتى اللي دازوا في المحاكم العلنيه دازوا على مراحل الاختفاء القسري اللي كيمكن يدوم من بعد اسابيع بعد شهور. ولكن لما نتكلم عن الاختفاء القسري طويل المدى اللي عرفوه المغرب مع الاسف، واللي كان عرف المئات ديال الناس اللي تختطفوا والمصير ديالهم مجهول، وواحد العدد منهم كبير الى يومنا هذا ما زالت الحقيقه غائبه. هذا هو كما قلت، المعاناه ديال العائلات كانت قويه والصدمه قويه، ونظرا لطول الانتظار. دابا كنعرفوا بانه رغم انه دابا دازت 20 سنه على بدايه هيئه الانصاف والمصالحه، ما زالت الامور لم يحل هذا المشكل بصفه عادله منصفه وشامله. كانت هناك زعما مكتسبات مهمه جدا بالنسبه لنا احنا كعائلات وكذلك كجمعيات حقوقيه، بما فيها اطلاق سراح المختطفين السياسيين. كنعرفوا بانه في 91 سنه 91 الى اخر ديالو تلقات اكثر من 400 مختطف سياسي اللي كانوا غائبين لمده عقود، كاين اللي وصل جوج العقود. هذه راه ماشي سهله، هذه مساله استثنائيه في العالم، ما كايناش في التاريخ ديال العالم انه ناس خرجوا من بعد 20 سنه. هذا الشيء كان هم واحد العدد ديال المعتقلين بالخصوص في قلعه مكونه واكدز وتازمامارس. دونك هاد الناس اللي خرجوا اللي كنسميهم ناجون من جحيم الاعتقال او الاختفاء القسري، واللي الى يومنا هذا ما زالوا هؤلاء ضحايا يناضلون من اجل السويه النهائيه لملفهم. ودونك هاد في هذا الاطار قمنا هذا العام بهذا النشاط كما كنقوموا به في السنوات الماضيه. الوالدين ديالنا، الوالد ديالي توفى في 2014، الوالده 2016، نضلوا منذ عقود من اجل الحقيقه والكشف المصير عن ابنهم البر. هما الوالدين ديالنا بعد اللي هو وحتى الوصيه ديالهم كذلك، باش الاجيال الجايه والاحفاد يستمروا الى حين الكشف عن المصير والوصول الى الحقيقه. انهم توفوا هؤلاء المختطفين فليسلمون رفاتهم لنترحم عليهم، وتكون كذلك مناسبه ل زعما اتباع التقاليد الاسلاميه فيما يخص جنازتهم. وهذا الى يومنا هذا المساله لم تتم. وكما قلت التحريات التي قامت بها هيئه الانصاف والمصالحه فيما يخص الملفات الاساسيه، كانت المعلومات التي اعطيت لنا من بعد هي المعلومات اللي اعطيناهم احنا، ولا اللي مثلا لقوها في بعض الصحافه او شهادات ولا شيء. ما كانش تحريات حقيقيه ديال الاجهزه السريه اللي قامت بالاختطاف والاختفاء القسري ديالهم. احنا مثلا فيما يخص الملف الحسين المانوسي، جميع المعلومات اللي عطاونا هي المعلومات اللي عطيناهم، وهذه الحمد لله لان هذه المعلومات توصلنا بهم واحد بعد تحريات ديال العائله وطنيا دوليا وشهادات ديال قدماء المختطفين، وكذلك بمساعده واحد العدد ديال الناس اللي عطاوناكم الاخبار ديالو. الحسين المانوزي غير باختصار هو تخطف
هو مناضل سياسي ونقابي، مهندس ميكانيكي، كان في تونس خطوة في 29 أكتوبر 72، هي 7 سنين بعد الاختطاف ديال الشهيد المدينة البركة، تخطف من تونس. و يعني الاختطاف ديالو تم بعد رصده من طرف الأجهزة السرية المغربية، وأنه كان واحد الشخص اللي هو دخلوا لواحد الفخ. هذا الشخص راه كان معروف عضمون دريز، هو اللي كان واحد المقاول، ولكن الحقيقة كان رجل أمن سري اللي استدرجوا لتونس، ومن تونس الأجهزة السرية اقتطفته من الدار اللي كان وخدرته، وأكثر من هذا الشيء زعما استدرجوه للمغرب عن طريق السياسة عفوا السيارة الدبلوماسية ديال السفير المغربي آنذاك السنوسي، لأن في السيارة الدبلوماسية ديال الدولة جابته إلى المغرب عن طريق بالطبع الجزائر. وفي الحكايات ديال الناس اللي كانوا معاه في الاختطاف السياسي، بالخصوص عائلة أهل الإخوان بوريكات، بأنهم اللي كان مثلا في الجزائر في السفارة المغربية في الجزائر، تما دخلوا السفارة عاود دقدوا الأمور ديالو، ولقاو بأنه استطاع أنه يفك ذاك الباندا اللي داير عليه والفم اللي سادينو، ذاك البنج كان باغي كيقلب باش وعاود خدروه وجابوه للمغرب. وديك الساعة المصير ديالو بقى مجهول، وكما قلت لك تما غادي هو الحسين كان بقينا البحث ديال العائلة بالطبع، والعائلة 13 يوليوز 75 الحسين غادي يهرس ذاك جدار الصمت عبر الهروب ديالهم من ذاك المعتقل السري بيف 3، وهي فيلا سريه كاينه في الرباط، النقطه الثابته في طريق الزعير اللي قدام السفارات ومعروفه، وقدام واحد العدد ديال المؤسسات وسكن ديال الناس شخصيات مغربيه يعني كان معروف. دونك هذاك الهروب ديالو تم التاكيد بانه ما زال حيا، ومع الاسف تم الاعتقال ديالو من بعد. ومن الاعتقال ديالو يعني 19 يوليوز لم يكن اي خبر عليه الى يومنا هذا، من غير ان هيئه الانصاف والمصالحه اكدت الاخبار اللي اعطيناها بانه استدرج بهذا المسار كله، وبانه كان في ذاك المعتقل السري، ولكن بانه اعتق الى حي. حنا لانه قبل ذاك اللجنه الاولى ديال الحقيقه اللي كانت في 98 اللي كان زعما اسسها الملك الراحل الحسن الثاني، كانت قلنا بان الحسين المانوزي توفي في 17 يوز، وعطونا شهاده مزوره حول انه توفى في ذاك الوقت بطلقه رصاص. احنا اكدنا له بانه اعتقل حيا في 19 يوز. لهم هيئه الانصاف والمصالحه اكدت هذا بانه اعتقل حيا، واخر الاخبار ديالهم كتقول بانه واسط ذاك الشهر بعد اعتقاله وبعد الاسابيع تم اختطافه من طرف عصابه اخرى، عصابه جهاز اخر، وليومنا هذا ما كاينش المصير ديالو. وهذه القضيه كما كتقول كتهم كذلك اغلب المختطفين السياسيين المغاربه. مع الاسف كاين اللي كتلقى في البيان ديال هيئه الانصاف ورقه الحسين المانوزي المسار ديال الاختطاف مده طويله، ولا المهدي بن مكان كتلقى في المسار ديال التحريات في ورقه ولا جوج ورق، هذا الشيء غير معقول، وبالخصوص انهم تبناوا يلاه المسائل اللي قلنا لهم. الى يومنا هذا احنا مازلنا متشبتين بالحقيقه، اذا كان حيا فليطلق سراحه، اذا كان ميتا كما كان والدنا يسلم رفاته ونتمكنوا من الدفن ديالو على حسب التقاليد الاسلاميه ديالنا، وكما كنقولوا باش الناس تهمت دير لو دوي لينا العائله ديالنا. وهذاك ملي كنهضر على العائله راه هذا كيهم كذلك كل العائلات اللي مازال متشبتين واللي كانوا في هذا اللقاء الاخر داروا نداء في هذا الاتجاه من اجل الحقيقه. كما وجهه مهمه جدا، لانه احنا في هذا البحث على المصير بدا معقود، وكما قلتي وهذا السؤال المطروح بالنسبه لنا احنا، لان نقدر نقول لك بان هيئه الانصاف والمصالحه في انذاك عطيناهم عناوين الجلادين اللي خطفوه بالعناوين ديالهم، الاسماء والعناوين كانوا مكلفين به، وكيفاش جابوا لهنا والعنوان ديال بيفتر وكل شيء، اي بحث ما تداش. جبنا عائلات، درنا واحد كذلك واحد الا بغيتي تقول شكايه لدى وكيل الملك في 2012 اعتقد، بان مع المختطف السابق بوريكات اللي كان شاهد عيان في الموضوع، درناه في عند وكيل الملك بانه كيشهد وكيعطي اسماء ديال الناس اللي كانوا مطروحين، كيشهد على البوان فيكس 3 يعني النقطه الثابته بانه الحسين المانوزي لا كان مات
الا كان حي راه كاين تما، الا كان مات راه كاين تما، واعطاهم اسماء. لم الملف تقريبا تحفظ، لم يتم البحث في هذا الموضوع. نقدر نجاوبك انا دابا كما قلتي علاش. بالنسبه لي انا بعدا شخصيا كنقول بانه اولا الدوله كتنتظر ان الناس ينساو هذا الموضوع، كتنتظر باش الضحايا المباشرين يعني غير مباشرين بحال الوالدين يموتوا ويمشيو وما بقاوش بالخوه ولا الاحفاد ديالهم. دونك هكذا والوقت والزمن مع الزمن بنادم غير كيبدا يعيا وكي بون، هادشي معروف وهادشي راه نجحوا فيه شيئا ما، ولكن ما يمكنش يستمر لانه مساله هذه مبدا. والنقطه الاخرى كنظن بانه ما دام مسؤولين على الاختطاف ديالو على قيد الحياه ما يمكنش كيمتنعوا باش يمكن تعطي حقيقه كامله خشانا يمكن بالمتابعه ديالهم ولا شي حاجه. حنا كنقولوا اللي كيهمنا هي الحقيقه، ما عندنا لا حقد ولا كراهيه ولا نقولوا انتقام. الحقيقه وحدها الحقيقه كلها من احنا من اجل، لان ما كاينش كما قلت لك حقد. بغينا هاد الناس ديما كنقولوها اللي ضحاو بالغالي والنفيس من اجل هاد البلاد، راه كلهم مناضلين، الناس ديال جيش التحرير، الناس ديال المقاومه، الناس ديال الطلبه، اساتذه، عمال اللي كانوا ضحايا الانتهاكات ولا الاعتقال التعسفي. الغايه ديالهم هي بناء دوله الحق والقانون، بناء دوله اللي تعرف الكرامه والعداله الاجتماعيه. يعني من اجل هاد المبادئ الساميه اللي ضحوا منها خصهم اضعف الايمان الدوله تعطي حقهم اللي توفى الله يرحمه وما كاين حتى شي مشكل، ونبنيو هاد الدوله اللي كانوا هاد الناس الغايه ديالهم هي، وهي كذلك الغايه ديالنا حنا. هو يعدد باكثر من ديجا سميتو سمح لي الهيئه الانصاف كتمثلو بالمئات، فهمتي، واللي باين اللي بان المصير ديالهم كاين اللي ما بانش. هما حنا بالنسبه لنا هو كيتعدى 800 مختطف، المختطف السياسي. وكاين ماشي غير هادشي، انا نقول لكم بصراحه هذا كاين واحد العدد كبير راه ما كيوصلش الاخبار ديالو ولا العائله ديالو تقلب على المصير ديالو لدى السلطات المعنيه ولدى هيئه الانصاف والمصالحه خشيه ما، راه باقي ذاك الخوف الى يومنا هذا. رغم ان المغرب تبدل، المغرب حنا اليوم يمكن قدامكم كنهضروا بكل صراحه وما كاين حتى شي مشكل، هذا راه مساله ايجابيه جدا. دونك راه العدد يفوق المئات، وخا نقولوا هيئه الانصاف والمصالحه كتقول بانه تقريبا ما بقى حتى شي حد زعما المصير ديالو مجهول، لا هذا الشيء غير صحيح. وحنا الحقيقه هي اللي خصها تكون كامله. هذه الخطوه اللي قامت بها هيئه عفوا المجلس الوطني لحقوق الانسان خطوه ايجابيه، نقولها بكل صراحه. هذه خطوه ومطلب اللي كنا كنطلبوه هذه عقود منذ اوائل، منذ خروج بعد ضحايا الاختفاء القسري اوائل التسعينات كنطالبوا، وكاين من المطالب الاساسيه وهي التحليل الجيني لضحايا الاختفاء القسري للتاكد بالطبع من الهويه ديال المختطف. جات 20 عام معطله ماشي مشكل، ولكن كنتمنوا بها ان هذه المبادره تجي مبادره اخرى اللي كتهم المختطفين الاخرين اللي في معتقلات سريه اخرى بحال اكدز، بحال قلعه مكونه، بحال هاد الحالات اللي قلت لك ديالنا ديال الحسين المانوزي، المهدي بن بركه، الرويسي، سالم، بوفوس، وزان. هاد المسائل هادي خاصها تستكمل هاد المسائل، وهذه راه مفيده للدوله. راه ما كاين اللي ما كيفهمهاش، الدوله في مصلحتها تحل هاد المشاكل، لان الدوله عندها اكراهات كبيره في دابا المستقبل خصها تحل بحال هاد المشاكل. وهاد المساله ما يمكن لها غير تعطيها المصداقيه وطنيا ودوليا باش يمكن الناس تعاود تسترجع الثقه ديالها، اولا في الامان والحريه، وتوضع حد لهاد التعسفات اللي كاينه. واللي نقدو نقولوا بانه في السنوات الاخرى لقينا كمان واحد عوده بعض، نقولوا الا بغينا نقولوا ماشي بداك التعذيب المنهجي اللي كان، ولكن عوده الاعتقال السياسي، الاعتقال ديال الناس ديال الراي، اللي هادو الناس اللي في التواصل الاجتماعي، الاحتجاجات الاجتماعيه، كان يمكن تحل المشاكل بشكل اخر. احنا كلجنه التنسيق لمختطفي مجهول المصير وضحايا الاختطاف السياسي كنا دائما المطلب الاساسي هي حقيقه، والحقيقه اولا واخيرا. القضيه ديال المتابعه هي ديال المجتمع، المتابعه هي ديال الجمعيات الحقوقيه عامه. احنا كعائلات اللي كيمسنا داكشي مباشره كما قلت قبيله، الحقيقه هي الاولى اللي خصنا نعرفوها. مساله المتابعه هذاك مساله اللي
يتحل المشكل ديالنا. حنا ماشي انا غادي نبداو نتحاسبوا مع الناس اللي داروا جرائم، راه عندهم الحساب ديالهم عند الله كاملين، ولكن من خص الحقيقه تكون ضروريه. مثلا بحال دابا التجربه ديال افريقيا الجنوبيه اللي كلشي كيعرفها، الجلاد جا قدام الشعب المواطنين اعترف انا درت ودرت وقتلت وفعلت وفصل داك الشيء، كان العفو. الجلاد عفي على الجف عند الاعتراف، هنا ما كاينش داك الشيء. كما قلت لك الحقيقه اولا واخيرا هذه اساسيه ومهمه، المتابعه ديال المجتمع. هذا هي المساله اللي كنخشاو الصراحه، هي دي اللي كنخشاو، هي انه العوده بالطبع ماشي بذاك المستوى، ولكن الاعتقالات التعسفيه ولا استعمال القوه غير المفرطه، وهذا هادشي كاين خشام من طرف المناضلين والجمعيات الحقوقيه اللي خص، واللي لاحظناه في السنوات الاخيره، واللي خص يتوضع عليه حد ونستمروا في نفس النهج اللي كان عليه العاهل المغربي في اوائل زعما الاعتلاء ديالو العرش، يعني بلاد الحريات بلاد الديمقراطيه. لانه الا كانت هذه الاعتقالات وهذه التعسفات ما يمكن لها غير تجبد واحد العنف مضاد اللي احنا بغنى عنه. المغرب الحمد لله عنده الخيرات ديالو، عنده الامكانيات ديالو، ملي تحل المشاكل زعما يتجاوزوا هذه الاعتقالات والتعسفات وتحل زعما المشاكل اللي كيعيش فيها البلاد، الفقر، السكن، الصحه، راه هذه كما قلت لك الاكراهات الكبيره. الا تحلت هذه المشاكل وكان توزيع ديال الخيرات بصفه ديمقراطيه وكل واحد يستفد من الخيرات البلاد، هذا راه ماشي الخير والبركه. واللي كنظن بانه ما غاديش يكون في ذاك الوقت احتجاجات ولا وقفات ولا، لان المغرب كيعرف كومام واحد نقولوا فوارق اجتماعيه كبيره، وبالخصوص خصنا شي يمشيو للمناطق النائيه يشوفوا المناطق اللي كان فيها الزلزال، المناطق اللي فيها دابا الفيضانات، كيفاش الناس كتعيش، كيفاش دايره، راه كتعيش بالخصوص بالمسانده ديال العائلات ديالها. بالطبع كانت هناك الا بغيتي تقول الدوله استثمارات في المنطقه وتوسيع زعما بحال دابا تطول هذه المسائل، ولكن داك الشيء غير كافي، خص العيش الكريم للمواطن الكريم وتعطيه حقه في الخيرات البلاد ومحاربة بالطبع لهذا الشيء. علاش اللي مهم بزاف كل شيء، هذا الشيء هي المبادئ اللي كانوا كيدافعوا على هاد المختطفين والمعتقلين، وهي محاربة الرشوة، محاربة الزبونية، محاربة القمع، بناء دولة الحق والقانون، وبالخصوص المحاسبة والعدم الإفلاس من العقاب، لأن هذا عدم الإفلاس من العقاب مازال طاغي الآن. هذا الشيء راه ما بين هيئة ما بين عفوا التوصيه ديال الانصاف والمصالحه، التوصيه ديالها ما كيبانش لي انا شي واحد شي جمعيه اللي قالت لك هذه التوصيات ما مزيانه، اغلبيه كيتبناوها لانها كانت في المستوى كنظن، وخاصها تجسد عمليا بما فيها الحكمه الامنيه، بما فيها المتابعه ديال الناس اللي كيخطئوا، هذا الحد وضع حد الا بغيتي تقول الفوضى والإفلات من العقاب، لان هذا هو اللي مهم. اللي دار شي حاجه خصو يتحاسب عليها. المصالحه هي صدقه عليها الملك، والملك مسؤول، لانه هنا خص مسائل تكون تنفيذيه. صدقه عليها الملك على المسائل كلها، فكيف بزاف الحوايج بزاف مزيانه خص يكون تنفيذ، لان الحكومه ما كتنفذش ولا الناس اللي مسؤولين ما كينفذوش. ما يمكنش الجمعيات الحقوقيه ولا المنظمات لا علاقه لهم بالموضوع، خصهم. وحتى كما قلتي الاحزاب السياسيه اللي في المستوى اللي فريمون خصها تدافع لتنفيذ هذه المسائل ديال هيئه الانصاف والمصالحه، لان الا تنفذت راه المغرب غادي يخطو خطوات مهمه. راه كنعرفوا بان المغرب عنده واحد معطل 60 سنه، راه دوله اللي كانت نفس المستوى ديال المغرب راه فاقتنا ب 30 40 عام. المغرب راه عنده الخيرات ديالو، عنده الثروه البشريه، عنده 3000 كيلومتر ديال البحر، عنده خيرات يمكن يدير بها العجب. والحمد لله كاينه واحد السياسه اللي بدات كتبان في هذا الاتجاه، خصها تقوى وتستثمر اكثر باش المواطن الوسيط العادي يمكن يستافد. الجمعيه الطبيه لاعاده تاهيل ضحايا العنف وسوء المعامله اللي كانت قبل كتهتم بضحايا التعذيب بالخصوص، عرفت النور في يناير 2001 تماما، دابا عندها 23 سنه. هذه الجمعيه جمعيه غير حكوميه اللي مسؤولين عليها هما اطباء مناضلين حقوقيين كيدافعوا على هذا المجال ديال حق
وحقوق الانسان اللي بغيت تقول ومناهضه التعذيب. من ذاك الوقت لدابا يعني 23 سنه استقبلنا اكثر من 6000 ضحيه بمشارب مختلفه، بما فيها مثلا المناضلين الاتحاديين، المناضلين الماركسيين، المناضلين الاسلاميين، المناضلين الجمعويين والنقابيين، ضحايا غوانتانامو، ضحايا هذو ديال المعتقلين ديال تندوف والجزائر، المعتقلين الصحراويين اللي كانوا في قلعه مكونه، وهذو كلهم ناس اللي استقبلناهم وكان واحد العلاقه رائعه، لانه لقاو في المقر ديالنا واحد الفضاء اللي كيسترجعوا فيه زعما الثقه في نفوسهم. وصدرنا اكثر من 25000 تشخيص، و الى بغيت تقول علاج بصفه مجانيه، ودرنا كذلك قوافل طبيه من اجل تكفل الضحايا بجانب المعتقلات السريه بحال قلعه مكونه في تنغير، بحال اكدز، بحال تازمامارت، درب مولاي الشريف، وكذلك في مناطق اللي عرفات انتهاكات بحال خنيفرة، إيبلشيل، مراكش. هاد المسائل كلها اللي كما قلنا بون الجمعية ديالنا جمعية صغيرة كدير جهدها، ولكن الإمكانيات ديالها محدودة. احنا مازلنا كنشتغلوا إلى يومنا هذا، مازال دوك الناس محتاجيننا، واخا أنهم واحد العدد كبير مع الأسف منهم توفى لأن العمر، ولكن كاينين دوك الباقيين مازال باقيين الحمد لله على قيد الحياه. وكذلك ما نساوش الضحايا غير المباشرين، هما النساء ديالهم والولاد ديالهم، هادو اول ضحايا كذلك ديال انتهاكات الجاسمه. كنفكروا في المناضلين ولكن كنساو الامهات. انا مع الامهات راه عانوا بعض المرات اكثر معنا المعتقل. دونك هاد المساله هذه. وثانيا كنرجع كما قلنا بانه الامكانيات محدوده، ان المسؤوليه ديال التكفل بضحايا التعذيب راه الدوله ماشي جمعيه اللي حنا كنناضلوا فيها، حنا كنناضلوا بصفه تطوعيه. وهنا كما رجعوا ثاني لهيئه الانصاف والمصالحه ما بين التوصيات، وهو خلق توصيه، خلق مركز وطني للتكفل بضحايا التعذيب والانتهاكات. المركز لم يرى النور، ولم يتم مثلا مساعده الجمعيه بواحد المستوى كافي. كانت مساعدات من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، هنا كان في هذا المنبر كنشكرهم، ولكن ديك المساعدات غير كافيه، لان الاكراهات ديال دوك الناس كثيره. وثانيا ما بين المسائل الايجابيه اسمح لي نقولها هي بالنسبه لهيئه الانصاف والمصالحه، وهو انه دوك المعتقلين والعائلات ديالهم كانت تعطاتهم واحد هذا ميتشيال ديال الضمان الاجتماعي، واحد ميتشيال هذيك مهمه جدا، ولكن كانت قد تكون غير كافيه. احنا ديما كنطالبوا باش تدار لهم واحد تامين اضافي باش يغطي لهم ذاك الطرف الاخر، وثانيا تسمح لهم لان هما الى قلتي واحد مواطنين عندهم خصوصيه تسمح لهم كذلك بان تكون عندهم دي فارماسي يبداو ياخذوا عندهم ادويه بصفه مجانيه عن طريق دوك التامينات. هذه مساله مهمه. هذا وان هاد الناس الى تقامت الدوله واستمرت ومسات هاد الناس راه خطوات مهمه في هذا المجال. طبعا بالطبع هذا مهم جدا. احنا ما كنقولوش بانه المركز احنا نتكلفوا به، حنا الدولة إلا تكلفات راه مزيان، حنا يمكن تكون عندنا مثلا عين تما ونساهموا ونشاركوا، ما عندنا حتى شي إشكال. حنا مع الدولة ماشي خصم، راه الدولة راه هي خصنا إلا بغيت تقول نتفاوضوا معاها ونشتغلوا جميع معها. شنو المشكل؟ ما عندناش مشكل. مثلا اسمح لي، قدماء المقاومين راه عندهم مفوضية ديالهم ولا قدا تبارك الله الخير، راه بحال داك الشكل. يمكن واحد الوقت ما نحتاجوهاش ما تبقاش، ولكن في هذه المرحله اللي احتاجينها خصها تكون، وبشراكه مع الدوله بكل بالطبع. ما حتى حنا باقيين كاينين واللي عندنا تجربه ونقدروا نساعدوا ونديروا يد في يد في هذا الموضوع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.